مثل ما قال رحمة الله عليه، الله يغفر له الشيخ زايد العماني اماراتي والاماراتي عماني، عمان منا ونحن من عمان. نعم مرية. تعال ايها الخطيب. هيا يلا بالشيخ، سامحنا على التقصير، هذا كلام بس بس هذا طويل عمر الشيخ اللي مستطيل العالم. طب والله عمر سيدنا محمد، الله يسعدك، الله يسعدك. تفضل 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 يا طويل عمر، تفضل وويلا حسون. بيض الله وجهك، الله بيض مطاعم يا خال، تعالوا مطاعم يوم مطاعم يوم. يا قلبي يا غناتي بالعافية عليك. الساعة المباركة، أنا سعيد بشوفتكم وبيكم ووصلتكم. يا لوكيشن صور العرب، يا لوكيشن طلع حسون. وين لوكيشن؟ عمل كلام بابد. اهلا وسهلا ومرحبتين من عمان، بالضبط من بصار، بالتحديد من صلالة، الموقع اتين. شوفوا ما شاء الله حب عمان وشعب عمان الطيب الكريم. طبعا نحن طول الله عمركم، تفضلوا حياك الله عمي، طول الله عمرك، الله يبارك حياتك، يعطيك العافية. تصور الرجال خلي يطلع بالتصوير، حبتك العافية يا قلبي. شوف الناس الطيبة حبتهم العافية، شوفوا محبيني العود الصغير حشا أفضل ما والله عمرك. كل شيء بتشتري بيزاتك إلا محبت، إلا كسب قلوب الناس من الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك، طول عمرك يا عمي. شوف يا حسون، زعلانكم زعلانكم، شو عندنا كيف تصوروا هذا اخواني؟ لا 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 شوف ايش قايل، اليوم عندنا معاريس محتفلين بمهرجان وخريف صلالة بحبا وتقديرا وتطوعا الى صلالة. متطوعين نحن، مش جايين جايين متطوعين الى مهرجان صلالة. اني من 20 سنة انا في صلالة، شفت المحبة وشفت الاخوة وشفت الحب. لكم الكرامة، تصور يا ابو خالد الشغل السنع والعدل. يا رب الله، حيا الله الراس الخيمة، يا مرحبا، حيا الله ابو العمر الساعه. تعبوا سالم، ابو سالم، ابو سالم تفضل تفضل. واسمحوا لنا على التقصير، نعم الساعة المباركة مرت عليكم العافية، نورتوا صلالة طويل العمر. وهل صلالة تفضلوا تفضلوا. تفضل عمي، هذه الحلوة مقدمة حق ضيوف من الديوانية إلى حرية للزعفران. يا ربي من وين مقدمه؟ هذه من الديوانية لعيون خالد حرية. وبالعافية عليكم، ما تسوي أغنية حق الأرباب؟ نعم تنشب الحلوة والدنيا والجعدان الأول بعد أربعة طرشية أربعة جديد ما خبرتم عشوية لين الحلوة العمر 10,000 هي مرة بيكفن عادة مرة الأمور طيبة
Thank you.